فكريه كمان عشان هيكون معانا عاصم الشندويلي. هل عاصم جاهز ولا مش جاهز؟ يلا عاصم الشندويلي، اولا مساء الخير يا عاصم، ولك كل التحيه وكل اهالينا في الاسكندريه. واسكندريه النهارده بصراحه كان وشهم حلو علينا الصبح، يعني كان مفاجاه بالنسبه لنا اسكندريه، وكان اللي هو كان الافتتاح بالنسبه لنا، وكانت البدايه الجميله جدا من اسكندريه واهل اسكندريه. ولازم انا احييهم يعني باعلى صوت على الهواء كلهم، وشباب اسكندريه وبنات اسكندريه وعظيمات اسكندريه ورجال اسكندريه، كل اهلنا في اسكندريه لهم كل التحيه بصراحه على يعني كثافه حضورهم النهارده في الانتخابات. قدامهم يومين، بكره وبعده. اتفضل يا عاصم. مساء الخير استاذ احمد، تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين. وبالفعل الشعب المصري يسطر ملحمه تاريخيه كما ذكرت حضرتك في هذه الانتخابات الرئاسيه، هذا الاستحقاق الدستوري الهام. الشعب السكندري منذ بدايه اليوم النهارده بيحتفل باليوم. ايوه كده يا حاجه جامده. عايز اقول لحضرتك استاذ احمد برضو كل الجمهور اللي موجود ورايا اصر ان هو يستنى حتى بعد غلق اللجان عشان يحتفل بنهايه هذا اليوم الجميل اللي احتفلوا بيه، سواء داخل صناديق يعني اللجان وامام صناديق الاقتراع او حتى خارج اللجان. يمكن هنا لجنه المتواجده او لجنتين متواجدين داخل مدرسه محمود سامي البارودي الكائنه بقسم الرمل. استاذ احمد بيسقف لكم جدا يا جماعه وبيشكركم. يمكن الساده القضاء المشرفين النهارده على اللجان 7 و8 داخل المدرسه يعني اصروا ان هم ما يغلقوش اللجنه الا مع وجود اخر ناخب، لذلك اللجان هنا في محافظه الاسكندريه قفلت تحديدا في تمام الساعه 9:15. حابب اشير لحضرتك استاذ احمد ان محافظه الاسكندريه بها 3 غرف عمليات مركزيه، غرفه عمليات مركزيه بمحافظه الاسكندريه، غرفه عمليات مركزيه بمديريه الامن، غرفه عمليات بالمنطقه الشماليه. برضو يعني الشيء بالشيء يذكر، تحيه اجلال وتقدير للشعب المصري، وايضا تحيه اجلال وتقدير خاصه لرجال الشرطه المصريه اللي امنوا النهارده وضربوا يعني اروع الامثله في الوطنيه والانتماء والمحبه وحرصهم مع الشعب المصري الاصيل للخروج بهذا الاستحقاق التاريخي في ابهى صوره. لذلك يعني المشاركه كانت جميله والحفاوه كانت جميله من رجال الشرطه في استقبالهم للناخبين، وايضا تقديم كل يعني التسهيلات امامهم حتى يصلوا لصناديق الاقتراع بكل سهوله. كمان محافظه الاسكندريه سواء معالي اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه، الجولات المستمره على مدار اليوم للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، أو أيضا من قبل السادة القضاة وأيضا المستشار محمد سالم رئيس اللجنة العامة اللي اطمأن على يعني كل اللجان في وقت غلقها في تمام الساعة 9 مساء. على مدار اليوم أستاذ أحمد تواجدنا في أكثر من لجنة بجميع أرجاء محافظة الإسكندرية لنؤكد زي ما حضرتك قلت من شوية إن اللجان كلها فيها إقبال من الناخبين وحرص ووعي كبير جدا من قبل الشعب المصري العظيم أن يشارك في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، وأن يبرهن بصورة إيجابية أمام العالم أجمع أن الشعب المصري قادر على تحدي المستحيل، وإن شاء الله الشعب المصري ماضي إلى الجمهورية الجديدة التي يستحقها هذا الشعب الأصيل. خليني أشير لحضرتك أستاذ أحمد أيضا أن على مدار اليوم مسيرات سلمية سواء من الشباب أو النساء اللي زينوا المشهد الانتخابي النهاردة هاتفين بتحيا مصر، واللي جابت الحقيقة كل اللجان. اسمح لي سريعا أستاذ أحمد، لازم نسمع يعني الناس الجميله المحترمه النهارده اللي شاركوا بشكل طبعا ايجابي وحسوا الناس على التواجد في هذا اليوم سلم الجميل عليهم واول يا يوم في العمليه الانتخابيه. نبدا بقى بعظيمات مصر. ايوه عظيمات مصر، الاستاذ احمد بيهدى حضراتكم جميعا التحيه والسلام، بيشكركم ان انتم قعدتوا معانا حتى هذه اللحظات عشان نحتفي سويا بهذا اليوم ونهايه اول يوم من العرس الديمقراطي الجديد اللي بتشهده الدوله المصريه. مبروك علينا كلنا، بحيي حضرتك يا فندم وميرسي جدا لتواجدك معانا. وقولي لي بقى نزولك النهارده حابه توصلي ايه من رسائل؟ استاذ احمد تبص للكاميرا. النهارده كان يعني كان في منتهى الخير وسعاده وبهجه، وانا بقالي كتير جدا جدا ما يعني ما حسيتش بالفرحه اللي انا حاسه بيها النهارده، وضحكت فعلا من قلبي انا واولادي، وطبعا بمساعده سياده البي محمد. الاسره كلها شاركت النهارده يا فندم في العمليه الانتخابيه وهذا الاستحقاق. اولادي وفي اصحابي وفي يعني اصدقائي كلهم، وكان يوم في منتهى السعاده، وانا بشكر برضو سعاده البي. ايه راي حضرتك في اليوم النهارده يا فندم؟ يوم جميل جدا بصراحه، جميل جدا كل الناس الموجودين.
والله انتخابات جميله جدا وروحنا حلوه. النهارده شايف المشاركه ازاي من كل فئات المجتمع المصري، سيدات نساء شيوخ كبار ورجال؟ احنا النهارده في اسكندريه كان من اجمل الايام اللي شفناها، طبعا في ظل الظروف اللي في البلد كلها. كفايه ان احنا عايشين في امان، عايشين في مستوى كويس جدا بالنسبه لاي شعب تاني لاي دوله تانيه، مع رئيس قوي، مع دوله قويه، مع دوله سياستها قويه، ودوله الشعور النهارده الفرحه بتاع الكبار بتاع الشباب، نازلين مبسوطين، نازلين النهارده حاسين بالامن في الشارع المصري، حاسين بالامان في الشارع المصري، حاسين ان احنا دوله قويه، حاسين ان احنا رئيس الجمهوريه معانا رئيس قوي، فيستاهل فعلا ان احنا نلبي النداء وننزل نقول كلمه الحق، وننزل نقول الصوت النهارده، وننزل نقول ان احنا بندعم الدوله وبندعم رئيسها وبندعم الرئيس القوي، الرئيس اللي وقف خلف الشعب وقفه كويسه جدا. النهارده احنا في الانتخابات النهارده نازلين عشان نقول صوتنا، نازلين النهارده مبسوطين من التواجد الامني في مدينه الاسكندريه، مبسوطين جدا من روح الفرحه ما بين الكبار. ويمكن الشباب كمان شاركت يا فندم بشكل ايجابي، يمكن الزحمه، يمكن المشهد الانتخابي زينه وجود الشباب، وده بيؤكد على مدى الوعي السياسي لدى الشباب المصري. يعني قول لي مشاركتك النهارده اول مره تشارك في العمليه الانتخابيه ولا شاركت قبل كده؟ لا اول مره اشارك النهارده باذن الله. والله يعني النهارده حبيت انك تكون ليك مشاركه ايجابيه، خاصه ان اول مره انك تنزل وتطلب صوتك في الانتخابات الرئاسيه. حبيت ان انا اول مره انزل النهارده، حتى نزلت انا واصحابي ان احنا نشارك كلنا بصوتنا، وان احنا نقف مع مصر، وان احنا نساند جنبها، وان احنا نقوي من نفسنا ان احنا بعد كده في كل مره نبقى ساندين مصر دايما، وان احنا نحاول في كل حاجه ان احنا دايما ما نسكتش، دايما لينا صوت، دايما لينا راي، دايما ان احنا لينا وجود، بنحاول نحسس ان احنا لينا قيمه. بس طبعا ليك قيمه، انت مواطن مصري اصيل، مواطن مصري قوي في دوله عظمى، ليك قيمه ومليون قيمه كمان. اكيد حاسس ان مشاركتك مسؤوليه عليك، عشان كده نزلت النهارده. طبعا مشاركتي حاجه مهمه جدا، يعني انا كشاب كمواطن مصري لازم انزل ادي صوتي طبعا، لان انا لسه انا شاب يعني، اول دي انتخابات ليا الصراحه يعني، فحاسس بحاجه جديده ليا، اللي انا دخلت عملت حاجه بايدي في البلد، اللي انا انزل اشارك بايدي وادي صوتي للرئيس اللي يستاهل يمسك البلد ديت ويشيلها. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مسك الختام يا استاذ احمد، تحيا مصر دائما ابدا، وان شاء الله باذن الرحمن المشهد الجميل ده هيستمر معانا طوال الايام اللي جايه. النهارده الحمد لله رب العالمين نقدر نقول ختامه مسك بهذه المشاهد وهذه الروح الجميله من كل فئات المجتمع المصري، اللي الحقيقه سطر ملحمه تاريخيه وسطر التاريخ بايديه عشان يقول للعالم اجمع احنا المصريين قادرين ان شاء الله باذن الرحمن على استكمال مسيره البناء والتنميه، وايضا الجمهوريه الجديده التي تتسع لجموع المصريين. وان شاء الله باذن الرحمن غدا وبعد غدا المشهد يزداد بريقا وجمالا استاذ احمد، واكيد هنتابع مع حضرتك يا فندم. بشكرك عاصم اولا من الاسكندريه، مره ثانيه شكرا لاهالي الاسكندريه على ايضا كثافه نزولهم النهارده، لسه قدامهم كمان بكره وبعده، الشعب المصري كله قدامه يومين كمان مهمين جدا بكره وبعده